محمد الله معاك سلالي اهلا زيونا ديالي صافا لاباس عليكم هانيين اش اخباركم مزيانين اليوم البنات يا اختي وما قال لي هذا الراس نوض ندير واحد المايك اب كلام بحال غدا العرس المهم زيونا ديالي توحشنا العراسات وتوحشنا المناسبات وتوحشنا نتكشطوا وتوحشنا يا اختي نديروا الماكياج ويكون نيتشي ماكياج هو هذاك فعل تاعك. مهم غادي نبارطاجي معكم هذا الماكياج بما انه بداو يعني على ما اظن انه بداو العراسات هادشي اللي بان ليا. فبزاف ديال الناس ممكن انهم يكونوا مثلا عندهم شي عراضه ولا شي عرس ولا شي سبوع ولا شي حاجه خصوصا البنات كنهضر معكم البنات فبغيتوا شي ماكياج مثلا يكون هكا زويون كيبان خفيف وفي نفس الوقت ثقيل. مهم فهمت السطه غادي نبارطاجيه معكم اليوم وفي نفس الوقت نحيد منه تانا الشهوه ديالي. هنا في هذه البليصه هذه حاطه المرايه باش نبقى نشوف. فاول حاجه انا ناتوريل ما كاين عكر ما كاين حتى حاجه في وجهي. ها هو وجهي انا حتى كنبغي نصور البنات عاد كيدوزوا الماطر. المهم ها هو وجهي ما كاين حتى حاجه نايضه من النعاس مبوقه كما كتشوفوا عندي واحد الحبيبه هنايا ما بغاش يهدي الله وتمشي في حالها. المهم الزيونات اول حاجه غادي نديرها ندير هذا البوم اليف من اوريفلام زوين غنديروا الفمي نرطب به كبدايه لان البدايه هي الترطيب. اول حاجه البنات غادي نعطيكم شي نصائح تستعنوا بهم في الفيديو. ملي كتبغي ديري المكياج اول حاجه كيكون الوجه ديالك محيد منه الزغب اول حاجه. ثاني حاجه دايره غوماج قشره البشره ديالك من كاع دوك القشيرات اللي فيها. من بعد كديري الترطيب. ترطيب اي كريم مرطب نيفيا كريم مرطب كيجي لك مع وجهك المهم اي كريم مرطب. انا غادي ندير هاد سوبر لوف هذا ككريم مرطب على هكا وغادي نبداو على بركه الله. شوفوا بعد ما درت الفونديشن كما كتشوفوا البنات هانتوما بزاف منكم اللي غادي يقولوا لي ماشي هاد الفونديشن ماشي اللون ديال البشره ديالك. فعلا ماشي اللون ديال البشره ديالي لان ملي كتاخدي من شي بلاصه راه ملي ما كتاخديش الحاجه بيديك وكتعزليها بيديك ما بعد المرات ما كتصدقش فهمتوا. فبصح هذا ماشي لون ديال البشره ديالي مي غادي اللون ديال البشره ديالي عادي جدا. انا كنشوف دابا في المرايه جا ليا مزيان مع وجهي عكس اللي كتشوفوه دابا نتوما. المهم دابا غادي ندير الكونتورينغ بما انه طبزت وجهي مطبز فخصني نطراسيه باش هكا نبرز الملامح. غادي ندير نحاول انني نضعفو شي شويه مرات خويا كتولي جيتي زوينه مطبزه. ها انتما البنات كنعزل الخديدات يا البنات موجده لكم واحد مولاتي الوصفه يا اختي موجده لكم واحد مولاتي الوصفه راه تنديرها دابا. عرفتي شنو البنات شوفوا راه باين كلشي باين في الفيديو بلا ما نهضر. المهم غادي ندير هنا
جديد، هذا الشيء اللي درنا. ماشي شوية غادي نتراسي. غادي نخدم عويناتي نخدمهم بلون واحد فقط اللي هو الغوز. ماشي غوز، هو داير بحال الموف. هانتوما هذا صافي ليا، نستعمل المرآة. نحاول نحطو هنا، ها هي الوسط باش كيبان بحال فهمتو، ها كيعطي كتر. بعد الزيونات ديالي، انا ما تنديرش الايلاينر البنات، ما تنديرش الايلاينر ديجا ما كيعجبنيش، فغادي ندير غير الرموش. انا غادي نلصقهم ونرجع معاكم. المهم الزيونات ديالي، انا لصقت الرموش كما كتشوفوا، ها هما خفاف وزوينين. هادي الخمسة درهم البنات، هادو ماشي شي حاجه. دابا بالنسبه للريسيل كندير هذا ديال ايسونس، زوين واعر 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 يا حبك واعر. المهم البنات غادي هانتوما اختي المرايه ديال خمسة درهم وقيله، ولا ما كتبه عند العطار زنيقة فراجو. ثم الزيونات غادي ندوزو لاكر الغزال شويدي اللي كنحماق عليه، كلشي كيسولني عليه. هذا راه خديتوه بخمسة دراهم عند ماني، خمسة دراهم. هذا هو اللي تندير في الفيديوهات ديالي تيعجبكم. غنديرو فوق البوماليغ كيجي مزيان. شتي كيجا الماكياج ديالنا؟ ميمكنش ندوزو بلا ما نلبس لالا تكشيطه بحال غدا يختي العرس. المهم اول مره البنات، تخيلوا اول مره كنلبس تكشيطه في البيض، ما كانش حما شي حاجه سميتها تكشيطه في البيض. قلت على بما انه يعني لقيت تكشيطه باش ندوز لكم فيديو، قلت اجي نجربها نشوف واش غادي تجيني ولا لا. مي كلشي قال لك جاتك زوينه، مي غادي نخليكم نتوما تقولوا لي واش جات زوينه ولا لا. المهم ها نتوما العمل لا تكشيطه في البيض، خصني غير نكون مقاده الشعيه. المهم الاساس هو الميكاب. ها نتوما شوفوا هذا الرموش تيحشم، والله الا هذا الرموش هادو ديال 5 دراهم حشمو كيحشموك. المهم الزيونات ديالي، كنتمنى ان المايك اب يعجبكم. قولوا لي واش جاتي اختي عروسه ولا لا، خصني غير التاج. المهم الزيونات ديالي ها نتوما، ندير واحد الدوره واخا الشعر ما مقادش. المهم كنتمنى ان الفيديو يعجبكم البنات، وبوسه كبيره ليكم، تهلاو في ريوسكم. ومهم يا اختي فايلت على راسي، نوضي انت فايلي على راسك، ما تعرفي تربيها بواحد التجويجه فهاد الصيف. المهم الزيونات تهلاو في ريوسكم، ونتلاقاو فيديو جديد.